الخيري هنيئا، رانا مهنيينك على هذا الفوز وهذا التميز اللي حققتي خلال فترة التكوين في المدرسة. بداية نختار نتعرفوا على أم الخيري بنت عبد الله. أولا شكرتك على التهنئة. ثانيا أنا اسمي أم الخيري بنت عبد الله ملقبة جدة، مواليد الثمانينات. طبعا ما محتاج نقول عن الشابة موريتانية، لا كسائر الفتيات الموريتانيات. المراحل الدراسية، مراحل الدراسية دراسي كانت دراسة نظامية، ما كان فيه انقطاع بالدراسي. وكان عندي حظ كبير اني قريت في احدى المدارس الحكومية اللي من اقدم المدارس الحكومية اكثر عراقة، ايكول مارشي، كانت هي البداية. وواصلت دراسة الصف مختلف المرافق التعليمية والله مدارس الاخرى حيث حصلت على بكالوريا علمي بدرجة امتياز تفوق مثلا، وتم تكريمي من قبل وزارة المرأة، وتم منحي منحة دراسية بسبب عوائق اجتماعية ورفض بعض أفراد الأسرة ما استطعت أني التحق بالمنحة ونكمل دراستي بالخارج. ذاك أدبي أني التحق هناتها بجامعة الآداب، جامعة نوكشوت، قسم الآداب اللي قريت فيها الإنجليزية. وبعد فترة بسبب الحمد لله ونظرا عن والدتي كانت ذاك الوقت تعمل في دولة خارجية، ارتحقت بها وغيرت تخصص بلي أنا نميل العلمية، نصرا علمية ونميل التخصصات العلمية. دراستك في الإنجليزية ما كملتيها؟ ما كملتها. أولا هي كانت دراسة وتوف، كانت مرحلة محطة، كنت نعرف أنها لغة مثلا عالمية وأنها لغة مهمة، وكنت لين أقراها مثلا كنت نقراها مؤقتا لين نحصل على تخصص اللي ندور والله مجال العلمي اللي نرغب فيه. وكان عندي مثلا إحساس عن والدتي دور تحصل لي عليه في الخارج، مثلا تجبر التسجيل بالدورة اللي هي كانت تعمل فيها هناك. والحمد لله حصلت على تسجيل في جامعة خارجية في قسم المحاسبة، وحصلت على الماتريزم اللي كان بدرجة امتياز. وين ترجعتي هون للوطن؟ لا، بعد حصولي على الماتريز مباشرة كانت عندي رغبة أني مثلا تحت لي الجامعة فرصة أني أدرس فيها دراسة عليا، غير كان عندي شوق الوطن ما هو عادي، نبغي ندخل مجال العمل، نبغي نشوف العمل، نبغي نشوف ذا النقرة كانوا متناسب مع متطلبات سوق العمل والله ما. وبالتالي عجرت ورجعت لموريتانيا ودخلت في سوق العمل الحمد لله، وكانت تجربتي فيه جيدة الحمد لله، استطعت أني ننجح ونجح ولو جزئيا في مجال عملي. شو هو أهلك عنهم مدى تناسب عمل المحاسبة للمرأة؟ وعمل جيد للمرأة، عمل المحاسبة هي مثلا من أنسب الأعمال للمرأة، اللي المرأة بطبيعة هي المحاسبة تطلب ياسر من الدقة، المرأة إن شاء الله حريصة ودقيقة دائما، وزايد على ذلك تطلب ياسر من الأمانة. وهذا تعرف عن المرأة أثبتت في مجال البنوك والمصارف والمؤسسات المالية أنها أكثر أمانة من الرجل. إذن نوصل لمرحلة المدرسة الوطنية للإدارة، أنت تميتي في العمل لين التحقتي ب... كنت في العمل و... لين التحقتي ب... وتمين أن جاتنا فرصة 50 مرة تم اكتتابها من طرف المدرسة عقب المسابقة الأولى. الحمد لله جاتني فرصة وطاني مولي أنا التوفيق ونجحت فيها، تخطيت الامتحانين بشقي الكتابي والشفهي. يعني تأكدت أني نجحت في الشفهي وطرحت استقالتي للمؤسس. تندر ياك ركز على دراستي. وشنو تقييمك أنت لهذه فترة التكوين اللي أعطيته في المدرسة؟ هي فترة جيدة، مثلا هي مدرسة الوطنية لإدارة الصحافة والقضاء، هي مدرسة أولا تعتمد على التكوين المهني قبل كل شيء، فيها تكوين، فيها جانب أكاديمي، غير هي تعتمد على التكوين المهني، مثلا فيها مدرسين أكاديميين، غير غالبية المدرسين والله المكونين هم من أناس مهنيين لديهم خبرة واسعة في مجال العمل. شو هي ظاهر لكم عن اللي ميزكم عن سابقكم من الدفعات سابقاتكم الدفعات اللي سبقتكم؟ اللي ميزنا عنه تكويننا كان مكثف، احنا دفعة 3 سنوات معناها تكوين أكثر، معناها مواد أكثر، معناها هذا تجربة أكثر، بلين احنا يجونا شمل الأشخاص ويعطونا خلاص تجاربهم مثلا والمشاكل اللي نقدر نتعرضوا لها في المستقبل وكيفية التعامل معها. مثلا هو ما هو تكوين أكاديمي بقدر ما هو تكوين مهني، تكوين على العمل، تكوين ميداني. بالإضافة إلى هذا مثلا إلى ذلك لدينا من كل سنة فترة شهرين تدريب في الدوائر الحكومية
خاصة الدوائر اللي لا يتم اكتتابنا فيهم في المستقبل كي وزارة المالية بإدارتها المختلفة. بالإضافة إلى ذلك نحن أول دفعة يتم إخضاعها بالكامل لتكوين عسكري بنسائها وبرجالها. أول دفعة كانت كاملها تخضع لهذا التكوين العسكري. كان تجربة فريدة من نوعها. كل طلاب المدرسة. يشمل جميع طلاب المدرسة بصحافة بداري مارين قضاة مستشارين. جيد. نرى أنتم هاي المجالات مجالات الإدارية اللي هي مجالات تخصصكم اللي عدلتوا فيها تدريبات. نرى كانكم تحسوا أنتم معكم اللي شفتم العمل كانكم أنتم مهيئين للقيام به. شفت أنك تقوم بتدريب وأنك تشوف مثلاً تشرف على مثلاً جوانب من العمل غير لا يختلف عن مباشرة العمل. نحن نعرف عنه مثلاً عندنا على استعداد أننا قبضوا شمل المهام ولو مبدئيا يقير الخبرة ما يلي تكتمل ما بالممارسة الخبرة ما يلي تكتمل ممارسة رواية مثلا جايها كمتدرب لا هي تشوفها تشوف تعامل مرؤوسك عليها رئيسك مثلا عليها كيف يتعاملوا معها يقير ما لك أبدا لا تكتسب فيها الخبرة الكاملة ما تعود هذه المهمة موكولة لك أنت والله المسؤولية أنت هو لا يتقرر فيها هو المقرر الوحيد فيها والله تولى يتعامل معه ذاك هو بل من يتكتمل الخبرة. بالنسبة للتدريب العسكري توما العليات خصوصا درى شنو كان مدى تأقلمكم معه؟ البداية كانت صعبة معنا الأسبوع الأول مع كانت رواية جديدة عليا. أولا أنا ما كنت مهيئة أني لين عقيس مثلا ونخضع تدريب عسكري بحت مثلا بطريقة تتعامل بها مع العسكريين لا يتم التعامل بها معايا ما كان أصلا ما كنت مهيئة له. بالإضافة إني ما عندي خبرة قاعد مجال العسكري اللي خلق فيه شنو والله طريقة تعاملهم مع المتدربين شنو بالتالي كانت سابقة الحمد لله بالتعاون مع إدارة الدرك الساعة وبالتعاون مع هذا المؤطرين الضباط وضباط الصف تم تجاوز المرحلة الحمد لله بالسلامة. تكيفتم معه تكيفنا معه وتم تجاوز المرحلة بالسلامة. ثم كان عندكم كل سنة فيها فترة تدريب عسكري؟ خضعنا لشهرين تقريبا تدريب عسكري في سنتين متتاليتين. شنو كان تعاطي زملائكم الرجال مع هذا مع هاي 50 امرأة اللي جات عليهم واللي عادتهم اللي متفوق عليهم؟ لا زملائي متميزين ومتعاونين وحتى انه دائما يقولوا لي احنا ما لنا قابلين تعدي ما كثير متفوقة انا تفوقت السنة الاولى عاد دائما يحثوني يقولوا لي جديدة ما يعطيك ترقي انا طبعا لقبي قال لي من خيري ملاقب جديدة يقول جديدة لا ما يلا ترخي يا لتك لا تمي مواصرة ولا تفتري وفتحصرت يا كبار معدل وتمي لا مواصرة ورعوا فيك اعتلي تعودي كسولة طبعا كانوا سمع لقى البداية ما كانوا متقبلين صراحة راح السابع الأولى كانوا دائما همات هي مشادات كلامية كذا كان الشرعي مدى شرعيته على لا يأثر على مستوى شرعية هذا كل أستاذ قانونيين يدخل يقولوا له مدى شنو مدى شرعيته 50 مرة ويناقش معهم اللي بجدية وهذا كان طبعا ما يتمونك فينا نحن كان يدي حساسيات من طرفنا نحن. الكلمة الأخيرة اللي تختاري توجهيها لمن وشنو هذه الكلمة؟ الكلمة نقول نبغي نقول عني أنا فخورة بأني أني من هذه الدفعة اللي هي طبعا دفعة متميزة هي دفعة متميزة وكان تمثيل نسوي فيها تمثيل كبير نسبة 27% وهي دفعة اللي تلبي متطلبات الألفية للتنمية من حيث مثلا تسهيل ولوج المرأة للإدارة من حيث الشفافية الدولية وذلك واضح من خلال اكتتابها الأطر من خلال المسابقة كانت مهنية وشفافة وتكوينهم اللي تكوين الأمثل وهذا طبعا كامل يصب في مصلحة الإدارة من حيث حسن التسيير من حيث تحقيق الشفافية من حيث مولي محاربة كل أمراض الإدارة اللي واضعت الدولة أهداف محاربتهم والروتين الإداري. مشاهدين الكرام في ختام هذا اللقاء أشكر الفتاة المتميزة أم الخيري بنت عبد الله الحاصلة على أكبر معدل في الدفعة الأخيرة المتخرجة من المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة والتي استمرت فترة تكوينها 3 سنوات وأشكركم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة وفي انتظار تجدد لقائنا إليكم تحياتنا.